يقول في صحبة الخوان عن صنف ناهيك، في صحبة الخوان عن صنف ناهيك، اللي بعرض الغافلة بالردادش يا حي، اللي لزينات الفعايل يراويك، ونختلى بحدود رب السماء غش غش. لا تعجب طوال الجناحين عينيك، طير الحباري يطر بالعين لو كش. نعم ترى الحبارة ايه؟ أكشخ من الحر ايه؟ لكن من أخو هدلة اه أخو هدلة الحر طير الحر ايه؟ لا تعجب طوال الجناحين ايه؟ عينيك، طير الحباري يطر بالعين لو كش، وبدل صديق ما يلوق المباديك، وعروق وصله بالجفا حشه انحش، ترى الرزق بيدي الرب التفاليك، ما زيده جمع الدنانير والخش. نعم ولا تحمل أكثر من حمولات متنيك، ظهر البعير الممتلي تكسره جش، والحرقة اللي بالصدر لا تثنيك، تطفي بذكر الله ما تحوج الرش، احفظ ندى وجهك وجلل هقاويك، ترى الكرامة تنكسر عظمها هش، احفظ ندى وجهك وجلل هقاويك، ترى الكرامة تنكسر عظمها هش، واستوطن بطيب الأشجار اللي تفيك، وبشجرة الأنذال ما ينبني عش. أي والله وبشجرة الأنذال أبد ما ينبني عش إيه. وللزعل في صوت الرجاجيل نبرة. نعم للزعل في صوت الرجاجيل نبرة نبرة، وانفاسهم تلفظ زفير الحرارة. الله الله. وأنا عرفت من القراطيس عبرة، إن الرويبض لو نطق شل حارة. اي والله. واللي شعلي حدر الضلوع جمرة، البوم قام يروم طرد الحرارة. بالله عليك. والذيل لو مدد على الراس شبرة، هذا يدل عن القيامة إشارة. يا الله. الذيل اي والله لو مدد على الراس إيه؟ شبرة، هذا يدل عن القيامة إشارة. الذيل لو مدد على الراس طبعا شبره، من علامات هذا يدل عن القيامه اشاره، ما ينجمع بالبيت مسلم وعزره، ولا تنجمع رنت الجرس والمناره، والفرس لو عيا على الطب جبره، يا ما حلا نوبات بيع الخساره. نعم الفرس لو عيا على الطب ايه؟ جبره. لا بالله. هذا الفرس لو عيا على الطب نعم جبره، يا ما حلا نوبات بيع الخساره، وش عاد لو راحت انك تشبد زبره، ما دامني قصيت كيس المراره. الله الله. ما دامني قصيت كيس المراره وسلام. احسنت احسنت. الله يعزك. الله يعزك. تسلم يا ابو زيد. كفو والله تسلم.